مشاهدين أهلا بكم. كيف ستكون العواقب إذا باعت الصين الدين الحكومي الأمريكي؟ حسب تقرير صدر مؤخرا في أوراسيا إكسبر حول مضاعفات بيع الصين المحتمل لسندات الخزينة الأمريكية، وجاء في المقال: لقد فاقمت أزمة الوباء المواجهة الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، فوفقا لوسائل الإعلام الصينية دفعت تصريحات واشنطن القاسي حول طلب تعويض من بيكين على انتشار الوباء القيادة الصينية إلى التفكير في إلغاء الصفقة التجارية. وافترضت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن ترد الصين على التهديدات الأمريكية ببيع أوراق الخزينة الأمريكية. والآن بعد أن أصبح الدين الحكومي الأمريكي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقت تشكل فيه المديونة للدول الأخرى 30% فقط، وللصين وحدها 1.1 تريليون دولار تقريبا، أي ما يعادل أكثر بقليل من 4.5% من الدين العام بأكمله، فلا يبدو أن الأمر مؤطرا إلى درجة كبيرة. فإذا ما أغرقت الصين السوق بسندات الخزينة الأمريكية، فعندئذ ستحدث أزمة على نطاق يتسع أو يضيق بناء على كمياتها، ما سينعكس بشكل أساسي على قيمة الدولار الأمريكي والسوق المالية. ومع ذلك فمن المستبعد أن تصبح هذه مشكلة ذات شأن على خلفية الأزمة الشاملة الناشئة في النموذج الاجتماعي الأمريكي، والتي شكل الوباء محفزاً لها. وهناك رأي آخر مفاده أنه إذا تم إلغاء المديونية للصين وضع المقترض القادر على التسديد، وهذا سيؤدي إلى إفلاس تقني وإعلان عجز الدولة عن تسديد ديونها. ولكن سندات الخزانة الأمريكية ليست أصولاً بالمعنى الكامل للكلمة، فهي تكاد تكون مجرد أرقاماً في الكمبيوتر. وبتعبير آخر، إذا لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية مدينة بأي شيء للصين، فلن يعود الإنتاج من جمهورية الصين الشعبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تتوقف التطورات والابتكارات الصينية، ولن تغلق المصانع، كما لن يحدث شيء للطلب على الصادرات الصينية، فيما ستؤدي التقلبات في الإيوان الصيني والدولار الأمريكي إلى إرباك وخسائر جزء من الأرباح، ولكن ليس للصين بقدر ما لشركائها التجاريين. ومن كل ما سبق يمكن استنتاج أنه لن يحدث أي ضرر اقتصادي فعلي لأي من الجانبين في حال بيع الصين الدين الأمريكي، أو في حال إلغاء الديون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قد يكون التأثير الهام الوحيد لمثل هذه الأحداث في المجال السياسي والسمعة. شكرا لكم للمشاهدة، واتركوا لنا تعليقا. شكرا لكم.